ولنقاش آخر مستجدات المشهد السياسي في الجزائر ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الجزائر الباحث في القانون الدولي دكتور إسماعيل معرف. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا وكل مشاهدي قناة الرافدين. دكتور، بعد مرور أكثر من شهرين من غياب الرئيس الجزائري عن البلاد، كيف انعكس غيابه على المشهد السياسي في الجزائر؟ أولا حقا وصلنا مشهد تعود عليه الشعب الجزائري، لأن نفس الوضع عشناه مع الرئيس المخلوع بوتفليقة لمدة أكثر من 10 سنوات، فصار شيء طبيعي، وأن السلطة في الجزائر غير شرعية هي تحاول أن توهم الشعب الجزائري بأن كل شيء على ما يرام، لأن صورة الرئيس أولا يعني نتمنى له الشفاء العاجل لكل المرضى من المسلمين والعالم إلى ذلك، ولكن السلطة أخرجت هذا التبون الرئيس حتى تخرج من أزمة حقيقية تقريبا 45 يوم تقريبا مضت على المدة التي يحددها الدستور للدعوة إلى شغور المنصب الرئاسي والذهاب إلى انتخابات رئاسية في غضون تقريبا 60 يوم. فالسلطة لأنه تقريبا مع علاقاتها المميزة بباريس واشنطن الحماية التي تحظى بها السلطة الغير شرعية لا تريد صراحة أن تسمع إلى إرادة الشعب الجزائري وإلى صوت العقل في ضرورة أن بلد بحجم الجزائر لا يمكن له أن يدار بهذا العقلية المافيوية من جهة، وأيضا بهذا الدناءة السياسية، لأن هذا احتقار لشعب. كيف ممكن نربط أن مصير بلد وأمة بمجموعة من اللصوص عصابة تحكم البلد؟ للأسف الأخت سمية وأنت تعرفين جيدا الآن ما يقع في العالم العربي، الجزائر الأخطار الموجودة تهدد أي أخطار من الداخل، لأن العسكر في الجزائر لم يتعظوا ولا يريدون صراحة أن يغيروا من البوصلة، لا يريدون أن يسمعوا هذا الشعب الذي يمتلك كل شيء، لكن النهاية هو يعاني من كل شيء. شعب 75% من شباب، لكن بالنهاية في عواجيز تحكم هذا البلد. رئيس مجلس الأمة كم من عمر الآن تبون متى سيتعافى؟ ثم دكتور إسماعيل، فيديو المعذرة على المقاطعة، كيف يمكن قراءة دلالات ظهوره بالأمس وما مدى استمرارية مسار السلطة؟ عيال أيضا يصدقون كل المسرحيون، يعني إهانة لبلد بحجم الجزائر. اليوم العالم كله جريدة ليموند الفرنسية تكتب، رغم أنها تقريبا فرنسا تستفيد من خيرات الجزائر، وماكرون هو الامر الناهي بالقرار السيادي في الجزائر، نقولها بصراحه. وانا شخصيا قاطعت كل وسائل الاعلام، ولكن احترامي لقناه الرافدين والتي شخصيا قبلت المقابله، نقول بانه شخصيا هذا وكانه البلد ما فيهاش طاقات، وكانه البلد فقط موجوده في اطار ما يخطط له العسكر. الفيديو اعتقادي انه فيديو الرئيس بين قوسين الذي عينه العسكر بدا شاحب، الرئيس بدا في وضع صحي كارثي، اللهم اشفيه طبعا كمسلمين، اتمنى له كل مرضى كما قلت، ولكن عكست ايضا عجز على مستوى غرفه اتخاذ القرار، على انه صراحه كان من المفروض انه فرصه المرض التبون او الرئيس المعين كانت فرصه كبيره بالنسبه للعسكر على انهم ينظفوا انفسهم من وسخ حكم دكتاتوري وقمعي دام 58 سنة. في هذا السياق دكتور، في هذا السياق تحدثت صحيفه لوموند الفرنسيه اليوم بان الجزائر امام فراغ جديد في هرم السلطة. صحيح. إلى أي مدى يتكرر اليوم سيناريو الأمس بشغور منصب رئيس بوتفليقة ومطالبة الحراك الشعبي بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري؟ شوفي الأستاذة الفاضلة، أولا
يعني مشكل انه يمكن حتى الجاليه الفرنسيه هي تعكس الرؤيه الفرنسيه، لانه الفرنسيين قلقين جدا يعرفون جيدا الملف الصحي للرئيس تبون بين قوسين، يعرفون بانه استحاله ان يعود الى ممارسه الحكم لانه الملف معروف به، بالتالي انهم يلعبون الان على ورقه الوقت حتى يتم اختيار ايضا شخصيه اخرى مثل العرائس الكراغوز الذين دائما يفرضون على الشعب منذ 58 سنه، وكان الجزائر بلد غير مستقل، وكان الجزائر بلد تقريبا ما زال تحت الوصايه الفرنسيه، واذا كانت نكري الاستاذ الفاضله والمشاهدين الكرام انه ماكرون منذ مده قال بانه سوف وصف تبون بانه شجاع وانه يجب ان نساند ونساعد وايضا نرافق الجزائر في مرحله انتقاليه، ويعرف بانه تبون ممكن نحتفظ به لمده أربعة او خمسه اشهر، لكن ضروري ان الجزائر تذهب الى مرحله انتقاليه، هم الذين يحددون، هم الذين يختارون من يكون هو في كرسي الرئاسه بالمراديه بالعاصمه الجزائر. نعم. بالتالي انه احنا الان امام صراحه وضع جد خطير، ثم انه قضيه ليست قضيه حراك. انا شخصيا رغم اني انا من الاعداد اللي محسوبه حراك واللي تعرض الى ضغوطات لغايه الان وممنوعين كل شيء، اعطيك ولا جزائري بالنهايه حتى الذين انتخبوا هذا المعين في بعد سنه اكتشفوا بانهم كانت خدعه سياسيه وكانت ايضا اكذوبه تم الترويج لها، تم تسويفها بطريقه او باخرى. نعم دكتور اسماعيل، دعنا ننتقل الى موضوع اخر يتعلق بالدستور. كيف يمكن تفسير اشكاليه الدستور السابق والدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في شهر المنصرم ولم يصادق عليه بعد الرئيس؟ شوفي، اولا القضيه في الجزائر مش قضيه دستور، لان نحن الان لسنا امام نظام سياسي يعتمد او يحتكم الى المؤسسات والى القوانين، نحن في نظام ديكتاتوري قمعي. اذا ارادوا مثلا أن ينهيوا مهام هذا تبون يخلو في الايام القادمه سيعفسون على الدستور مثل ما تعودوا، قضيه ليس الدستور القديم او الجديد او ممكن حتى يعطلوا كاع الدساتير، يمكن يتجاوزون حتى بشكل ما ان كل الشيء اللي صرا في قبل ايام جيد صالح كانت كله ايضا خرق وانا محامي واعرف ما اقول، خرق للدستور، خرق للقوانين العضويه الخاصه بالقانون الانتخاباتي الى غد ذلك، والمؤسسات في يد العسكر ليس لها استقلاليه، مع بمعنى انه الان العالم يعرف، الدول الكبرى تعرف بانه الجزائر خارج اطار الحياه السياسيه او العمليه السياسيه القانونيه والدستوريه، ولكن يعرفون بانه يعني الذهاب الى وضع قانوني عادي يعني ظهور نظام وطني حقيقي مثل ما موجود في تركيا، وهذا يعطي امكانيه للجزائر تحول الى قوه اقتصاديه حقيقيه، وانها تبحث مع جيرانها في المغرب، من المغرب الاقصى الى تونس الى موريتانيا الى ليبيا حتى تساعد افريقيا الى غير في اطار يعني اجنده تنمويه اقتصاديه امنيه الى غير. الجزائر تتحول الى قوه مثل ما موجوده الان في تركيا او ماليزيا الى غير، لان عندنا نفس الامكانيات الى غير، بالتالي انه يعني يحاولون صراحه انه يبقون على حاله لا دوله على لا قانون، وبالتالي انه النقاش على الدستور، نقاش على الدستور، انا شخصيا صباحا كلموني في قناه فرنسا كات بنتكلم على هذا المسائل، فرفضت لان قلت انه القضيه ما عندهاش علاقه لا بالقانون ولا بالدستور، علاقه عسكر لهم موالين للمتروبول الخارجي الذي يحمي مصارعهم والذي ايضا يحمي وجودهم في السلطه فقط. شكرا جزيلا لك دكتور اسماعيل معرف. شكرا جزيلا لك دكتور اسماعيل معرف، الباحث في القانون الدولي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الجزائر.